أنا بروح كل يوم على المدرسة، بيعلمونا كل المواد اللي هناك، بحب أكثر مادة الرياضيات. السلام عليكم يا أصحابي الصغار. أنا لما شفت مسرح الدمى، مثلت فيه العنسة سهير، العنسة سهير معلاء، أنا حبيت وصرت أتعلم منه كمان إنه ما أهدر المية وما أرمي الأوساخ على الأرض وأرميها بالحاوية. من هاي الشغلات على النظافة. يسلم لي هالوش، وغسل وشك لينور. يا نظيف، كيس بعد كيس سيحدث الفرق. إدوارد